فأنعم بنهج الهمام المفدى. رأى الحق والعدل أساسا ومبدأ، فأنعم بنهج الهمام المفدى. رأى الحق والعدل أساسا ومبدأ، وقال اتخذنا مع النفس عهدا بأننا على الغير لن نتعدى، وأن السلام رفعناه بندا، وأن الإخاء نظمناه عقدا، وأن السلام رفعناه بندا، وأن الإخاء نظمناه عقدا. هنيئا لك العيد عيدا فعيدا، وعصرا بهيجا وعيشا رغيدا.